تحت شعار لا أريد التقاعد في سن 64 عاماً. تظاهر أكثر من مليون شخص في أنحاء فرنسا احتجاجاً على مشروع ينص على رفع سن التقاعد اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون. وزارة الداخلية قدرت أعداد المتظاهرين في عموم فرنسا بمليون ومائتي ألف متظاهر في مقابل مليون ومائتي ألف متظاهر قبل 12 يوماً، في حين قدر الاتحاد العمالي العام عدد المشاركين في التظاهرات بما يقارب 3 ملايين شخص. وتتصلب مواقف كل الأطراف المعنية بإصلاح نظام التقاعد ورفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وهو المشروع الذي ظل الأكثر التصاقاً بعهد الرئيس إيمانويل ماكرون منذ وصوله إلى قصر الإليزي في عام 2017، ودخل أخيراً مرحلة البت فيه في البرلمان الفرنسي. وتأمل حكومة إليزابيث بورن التي وضعها ماكرون في الواجهة بمرور عاصفة نظام التقاعد بأقل الأضرار وعدم اللجوء إلى مادة في الدستور تسمح بتمرير المشروع في البرلمان دون تصويت، علما أن نوابا من فريق ماكرون ومن اليمين التقليدي مترددون في دعم المشروع الذي قد يكلف الحكومة مشروعا مضادا لحجب الثقة عنها. ومع ارتفاع العاصفة حالياً يدخل المشروع مرحلة الحسم، ومعه ترتفع فرضية تمريره دون تصويت، ما قد يكلف ماكرون مخاطر شعبية كبيرة قد تضطره لمواصلة ولايته من دون غطاء شعبي ولا برلماني. ووعدت بورن ببعض التنازلات والاستثناءات، منها تحسين الشروط للأشخاص الذين بدأوا العمل في سن مبكرة جداً أو للأمهات اللواتي توقفن عن العمل لرعاية الأطفال، لكنها أكدت أن رفع سن التقاعد غير قابل للتفاوض. من جهتها قدمت المعارضة اليسارية اقتراحات تعديل لا تحصى على المشروع بغية عرقلة التصويت عليه بانتظار كلمة الشارع، كما طلب فريق من اليمين الفرنسي بتعديلات على المشروع من بورن لدعمه في البرلمان.